هيطلق
يساوي استحقاق الوطني في الدرجة الأولى. ومن المرتب العلوي لرعاية الكوفيين أيضا أن أعفى عالم البلاد على السيد حمداج بن علي مصرغين ليساوي استحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيدة فاطمة بنت محمد نجح أستاذة في مدرسة أم سلمة الأولى. وسام الاستقلال الوطني في الدرجة الأولى. السيدة زينب بنت عبد الرحمن بابا أستاذة في ثانوية تدريس الحقوق الإعدادية ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. سيد علي بن حسن الروبي مدير مدرسة أبي علاء ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. السيدة جميلة بنت علي الولي أستاذة في ثانوية راوي الإعدادية ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. السيد محمد بن حمد عزيز أستاذة في مدرسة بن جابر بن كاسي ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. السيد حسين بن مرحى بن أسد مدير مدرسة القاعدة الجوية ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. السيدة أمينة إبراهيم الكلاوي مديرة مدرسة فاطمة الفكرية ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. السيدة شادية بنت حمد بن حلال أستاذة في مدرسة أم سلامة ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. السيد عبد المجيد بن أحمد مكوار أستاذ في الثانوية هي أولى يوسف ويساوي الاستحقاق الوطني في الدرجة الأولى. انقطاع الساحة السيد محمد فضول الصخار طبيب من لجنة التنمية الإقليمية ويساوي الاستحقاق الوطني إلى الدرجة الأولى. السيدة نورة بنت علان أيتي ياسيتي متقاعدة طبيبة باللجنة الطبية الإقليمية سابقا ويساهم الاستحقاق الوطني إلى الدرجة الأولى. السيدة ثريا بنت محمد بغدا ممرضة مجازفة إلى الدرجة الممتازة ويساهم الاستحقاق الوطني إلى الدرجة الأولى.
التلخيص والنقل واللوجستيك والماء، السيدة حجيبة بنت محمد الحبالي، تثنية من الدرجة الثانية من المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيدة فاطمة بنت محمد الغالي، محاسبة في المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد حميد علي حمدان، موظف بمديرية النقل عبر الطرق وسلامة الطرق للامتلاك، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. من قطاع الاتصال، السيد طارق بن سالم البوعري، العون العمومي خارج الصنف الممتاز بمديرية البث في صرهون، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. صورة جماعية للسيد عامل عمالة الفناز المحترم رفقة المنعم عليه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ عاهل البلاد أمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم، ويجعل النجاح حليف جلالته لصالح الشعب المغربي والأمة الإسلامية الإنسانية جمعا، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد نظره بشقيقه المولى رشيد وكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع الدعاء المجيب وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسنواصل سيرنا والعمل سويا
لتجاوز الواجبات الدفنيه والمولويه وتوفير الظروف الملائمه لمواصله تنفيذ البرامج والمشاريع التنمويه وخلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم. جامعتي الى تحقيق المنجزات وتسهيل الاختلالات ومعالجه اي مشكل اقتصادي او اجتماعي يقتضي العمل الجماعي والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين وخاصة بين أعضاء الحكومة والأحزاب المكونة لهم. كما ينبغي الترفع عن الخلافات الطرفية والعمل على تحسين أداء الإدارة وضمان السير السليم للمؤسسات بما يؤسس الثقة والطمأنينة داخل المجتمع وبين كل المكونات. ذلك أن قضايا المواطن لا تكون التأجيل والانتظار لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيئات السياسية الجادة هي التي تقف إلى جانب المواطن في سراء والضراء. والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل نقود بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلب لازمهم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالهم. فننتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين والتفاعل مع الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها بعد تركها تتفاقم وكأنها غير معنيه بما يكفي. جميل عزيز، ان الشان الاجتماعي يحظى يمكن باهتمام واشتغال البالغين كما يمكن للانسان. فمنذ ان توليت العشر على دائم الاصغاء لنقد المجتمع والانتظارات المشروعه للمواطنين، ودائما العمل والعمل من اجل تحسين ظروفهم. واذا كان ما انجزه المغرب وما تحقق للمغاربه على مدى عقدين من الزمن يبعث على الاستياء والاهتزاز، فإنني في نفس الوقت أحس أن شيئا ما ينقصنا في المجال الاجتماعي. وسنواصل الأمل إن شاء الله في هذا المجال بكل التزام وحزم حتى نتمكن جميعا من تحديد لغة الضعف ومعالجتها. فحجم الخصائص الاجتماعي وسبل تحقيق العدالة الاجتماعي ومجالها من أهم الأسباب التي تدفعنا للدعوة في خطاب افتتاح البرلمان إلى تجديد النموذج التنموي الوطني. فليس من المنطق أن نجد أكثر من 100 برنامج للدعم والحماية الاجتماعية لمختلف الأحجام توصل لها عشرات المليارات من الدراهم متشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك فيتعاني من تداخل ومن ضعف التناسق فيما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. فكيف لهذه البرامج في ظل هذا الوضع ان تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين وان يلمسوا اثرها؟ ولا داعي للتذكير هنا باننا لا نقوم بالنقد من اجل النقد، وانما نعتبر ان النقد الذاتي فضيله وظاهرة صحية كلما اقترن القول بالفعل والإصلاح. وفي هذا الصدد فإننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث السجين الاجتماعي الموحد بداية واحدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، وهو نظام وطني لتجديد الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. إن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح يهم فئات واسعة من المغاربة، فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة أو رؤية قطاع وزاري أو فاعل حزبي أو سياسي. شاكر عزيزي، إن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج
مهما بلغت أهميته. إذا أدعو الحكومة وجميع الفائدين الأهلين للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الضمان والحماية الاجتماعية وكذا رفع اقتراحات بشأن زخمها، وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية وبعد النظر والنفس الطويل والسرعة في التنفيذ أيضا مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي انتظار أن يؤدي هذا الإصلاح ثماره كاملة، فإننا نحث على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية لانسجام مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها، وهي أن الحكومة إلى الانتباه لإعدادها في أقرب الأجال وإطلاعها على تقدمها بشكل دوري. وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: أولاً، إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداءً من الدخول المدرسة المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمقاطع المدرسية والداخلية، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. ثانياً، إطلاق المرحلة الثالثة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري والأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل. ثالثاً، تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغذية الصحية غامض بموازاة وإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفا في التدبير. رابعاً، الإصرار بإنشاء الحوار الاجتماعي حيث ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقابلة ويدعم القدرة الشراعية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص. وهنا أقول للحكومة أن الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج. وارتباطا بهذا الموضوع، فإنني كنت ولا أزال مقتنعا بأن أسمى أشكال الحماية الاجتماعية والذي يأتي من طريق خلق فرص الشغل المنتج والضمان للكرامة. والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل أو إيجاد منظومة اجتماعية أصلية ولائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع للإنتاج الوطني. ولهذه الغاية، فإنه يتعين على الخصوص العمل على إنجاح ثلاثة أوراق أساسية: أولها إصدار ميثاق لا تمركز إداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجولة المتقدمة. وثانيها الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين لوضع الإجماع المأمور به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية للاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتمريرات التي تدفع بها بعض قطاعات الوزارية. وثالثها اعتماد نصوص قانونية تنص من جهة على تحديد أجل أقصى مشهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها.
ومن جهة ثانية على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة. وإن لم تتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والحد من التنظر الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة كما يعرف ذلك جميع المغاربة. كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة حيث ستمكن من تفعيل مبدا المحاسبة والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح. ونسائل من أمل على جاي هذه الإجراءات أمر الواقع فيما يخص مجال الاستثمار على أن يتم تعليمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن، غير أن النصوص مهما بلغت جودتها تبقى رهينة بمدى جدية والتزام كل مسؤول إداري بحس تطويرها. كما نؤكد على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات التي ذلك متعلقة بتسهيل وجهة للتمويل وبرفع إنتاجها وتأهيل مواردها المشاريع. ويبقى الهدف المشهود والالتقاء بتنافسية المقاولة المغربية وبقدرتها على التصدير وخلق فرص الشغل والالتزام بها مقاولات صغرى ومتوسطة التي تستدعي اهتمام الخاصة كونها تشكل 35% من النسيج الاقتصادي الوطني. ذلك أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع لكي يستعيد الاستقرار المستوى المطلوب ويتم الانتقال من حالة الانتقال السلبية إلى المبادرة الجادة المشبعة بروح الابتكار. فاستعادة الحيوية والاقتصادية تظل مرتبطة بمدى الخيارات المقاولة وتجديد ثقافة الأمل واستثمار الروحيات المتعددة التي يمتلكها المغرب مع استحضار المعاناه التنافسيه الدوليه بل والحروب الاقتصاديه احيانا. شابي العزيز، ان الحصول على النمو بالاوضاع الاجتماعيه ورفع التحديات الاقتصاديه لا يعدل الا مبنى على الحفاظ على الموارد الاستراتيجيه لبلادنا وتنميتها. وفي مقدمه هامه اعتبارا لدوره الرئيسي في التنميه والاستقرار، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فالمخطط الوطني للماء يجب ان يعالج مختلف الاشكالات المرتبطه بالموارد المائيه خلال 30 سنة القادمه. اما الحكومه والمؤسسات المختصه مضطره باتخاذ تدابير استعجاليه وتلبيه كل الوسائل لمعالجه الحالات الطارئه المتعلقه بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتوفير مياه سقف المواشي خاصة في فصل الشتاء الصيفي. ولهذه الغاية ما فتينا الوقت على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود التي يعد المغرب رائدا فيها. وقد حرصت على السير على هذا النهج حيث تم بناء 30 سدا من مختلف الأحجار خلال 18 سنة الماضية. شبيه العزيز، إن المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة تدفع داخل جميعا. لقد حقق أمان العديد من المنجزات في مختلف المجالات، ولكن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلى في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار والإيمان بوحدة المصير في السراء والضراء والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة. وما أحوجنا اليوم في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات إلى التشبث بالقيم الدينية والوطنية الراسخة واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحدا كامل السيادة ووفور الكرامة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستحضر كل إجلال وإقرار لأرواح الطائرة شهداء المغرب الأبرار وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا الغلامان جلالة الملك محمد الخامس
وجدت ملك الحسن الثاني اخر مره مخاومه كما واجهت حادث التقدير اذا التفت مقاولات قواتنا المسلحه الملكيه والدرك الملكي والقوات المساعده والامن الوطني والمنتجه المدنيه على تجردهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحده الوطن وصيانه امنه واستقراره. ولابد ان نشيد بالامان الانساني والاجتماعي التي تقوم به القوات المسلحه الملكيه داخل الوطن وخارجه، وخاصه من خلال المستشفى الميداني بغزه للتخفيف من معاناه اشقائنا الفلسطينيين ولاد جنودهم، وكذا بمخيم الزعتري لينضاف الى دورها الانساني والطبي سابقا بعديد من الدول في البلد الشقيقه. وستجدني شعبي العزيز فما عهدتني دائما قديمك الاول الحريص على الانصات لانشغالاتك والتجاوب مع مطالبك والمؤتمن على حقوقك ومقدساتك. فهل تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.
Yeah.
Thank you.